معنا لمناقشة هذا الموضوع من اسطنبول الباحث في الشؤون التركية مهند حافظ أغلو، ومن واشنطن الكاتب والباحث السياسي عماد عبد الهادي. مساء الخير لكما. أبدأ معك حوارنا سيد عماد عبد الهادي. بالتأكيد وصلتك الانتقادات الخارجية التركية المتعلقة بهذا القرار الأمريكي برفع حظر السلاح عن قبرص، وقالت تركيا بأنه سيصعد طبعا من الوضع في المنطقة. لماذا برأيك أقدمت الولايات المتحدة على خطوة كهذه مع كل ما تحمله من مخاطر؟ أولا، هذا القرار اتخذه الكونغرس الأمريكي في العام الماضي، ولكن الرئيس ترامب أجل تنفيذه بسبب ما يمكن أن نصفه بالعلاقة الخاصة بينه وبين الرئيس رجب طيب أردوغان. هناك انشطار أو انقسام في الموقف الأمريكي تجاه تركيا. الكونغرس يريد أن يشدد الموقف من تركيا ومن مغامراتها العسكرية في الشرق المتوسط ومحاولاتها الدؤوبة لاستكشاف حقول النفط والغاز، وأيضا للتوتر المتصاعد بين تركيا وبين اليونان، وكلاهما عضو في الناتو، ولكن اليونان هي عضو في الاتحاد الأوروبي أيضا. حتى الآن للأسف الشديد لم يكن الموقف الأمريكي صارما فيما يتعلق بالتعديات التركية. لنشير على سبيل المثال، التوغل التركي والذي يعتبره البعض احتلالا في ليبيا، وأن تركيا ترعى آلاف الميليشيات وعشرات الآلاف من الميليشيات التي تقوم بنقلها من سوريا ومن تركيا أيضا إلى ليبيا. الخطوة الأخيرة جاءت كما يبدو رغم أنف الرئيس ترامب، لأن هناك ضغوط متصاعدة في واشنطن، والتي يرى فيها البعض أيضا أن تركيا لم تعد حليفة. إذن نعم سيد عبد الهادي، إذن الضغط المتزايد أيضا على الرئيس ترامب هو ما جعل الكونغرس يأخذ هذه الخطوة أو يتخذ هذه الخطوة. ما رأيك سيد أغلو، رد الفعل التركي كيف سيكون؟ ما هي توقعاتك بهذا الشأن؟ سعدتم اوقاتا جميعا. اهلا بك. يعني انا لا ارى في هذا التصريح الجديد ورفع حظر السلاح الى قبرص بانه امر مهم او تطور خطير في سياسه الولايات المتحده فيما يتعلق بملف الشرق المتوسط بشكل خاص. يعني هذا التصريح هو للسنه الماليه القادمه ل 2021. هل سوف تبقى التطورات والتصعيدات في شرق المتوسط حتى السنة القادمة؟ ولكن يا سيد مهند، إذا لم يكن تصريحا هاما، لماذا أعطته الخارجية التركية كل هذه الأهمية وردت بغضب وقالت بأنه سيزيد من خطر حدوث اشتباك في المنطقة؟ هو تصريح بتصريح، يعني رسالة أرسلتها واشنطن تلقتها أنقرة، ثم ردت أيضا أنقرة برسالة مضادة. قبرص التركية وحقوق تركيا وقبرص التركية الشمالية في شرق المتوسط لن تقبل التفريط به تركيا في أي حال من الأحوال. وليس غريبا أو ليس خفيا أن الكل، أمريكا على رأسها، الاتحاد الأوروبي، الصين، روسيا، كلهم يحتاجون إلى تركيا كما أن تركيا تحتاج لهم جميعا. العلاقات والمصالح ما بين الدول لا يمكن أن تنتج وأن تستمر في ضوء مناكفة سياسية تقودها فرنسا توجه العالم كله من خلال اليونان. يعني كلنا يعلم أن الخلاف التركي اليوناني ليس هو يوناني تركي فقط كقطبين أو كجانبين على الحياد، هو محاولة فرنسية بشكل خاص لكسب شيئا من البريق الذي ذهب عن فرنسا بسبب خسارتها
السياسية والعسكرية في الملف الليبي، حاولت الآن أن تستعيض عنه في ملف الشرق المتوسط، بالإضافة إلى محاولات ماكرون الذهاب إلى لبنان وإلى العراق في محاولة لتنمية صورته الداخلية أعود والخارجية. إلى السيد عبد الهادي في هذه النقطة، يعني يبدو بأن السيد أوغلو لا يرى بأن القرار يعني ذو أهمية كبيرة، خصوصا وأنه رفع جزئي كما تقول كل وسائل الإعلام، وبيع قبرص معدات عسكرية غير فتاكة يا سيد عماد عبد الهادي. في ظل هذه التفاصيل، هل تراه قرارا يستطيع أن يحجم من الدور التركي في شمالي أو في شرقي المتوسط؟ بافق من اسطنبول حاول أن يقلل من أهمية القرار، وفي الحقيقة هو يكتسب أهمية خاصة لأنه أولا صادر عن الكونغرس الأمريكي وتم تأجيله كما أشرت من قبل الرئيس ترامب. اليوم لم يعد ذلك ممكنا مع تصاعد التوترات التي تثيرها تركيا، ليس فقط مع اليونان ولكن أيضا مع مصر ومع دول أخرى في المنطقة. معروف تماما من وسائل الإعلام التركية الهجمات المستمرة على دول عربية بسبب موقفها من التدخل التركي السافر في ليبيا. هذه نقطة. النقطة الأخرى الهامة أن هذا القرار كما أشرت اتخذ في العام الماضي لأنه الولايات المتحدة باتت تنظر إلى قبرص كشريك هام جدا كما قال وزير الخارجية مايك بومبيو، وأنها سوف تنشئ قواعد عسكرية هناك ليكون لها وجود واضح في شرق المتوسط. هذه نقطة أخرى. النقطة الثالثة أن مسألة التقليل من أهمية القرار لا محل لها من الإعراب. كما أشار ضيفك الكريم إلى الصين والاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا فرض عقوبات على تركيا لوقف نشاطاتها المتطرفة والمغامرات العسكرية في شرق المتوسط، وليست فرنسا وحدها. فرنسا تقود الاتحاد الأوروبي هذا مفهوم في هذا الملف بالذات، وهي تضع نصب عينها نصب عيونها أولا المصالح القبرصية ومصالح الاتحاد الأوروبي، كما الإشارة إلى أن مصالح تركيا في قبرص لا يستطيع أحد أن يتقبلها بسهولة لا في أوروبا ولا في أمريكا. طيب سيد، لأننا نعلم أولا أن تركيا احتلت شمال قبرص الذي فيه أغلبية تركية منذ عام 1974، وبناء على هذا فرضت أمريكا حظر السلاح حتى تصل الأطراف إلى حل سلمي. طب اسمح لي سيد عبد الهادي أعود في هذه النقطة لسيد مهند حافظ أوغلو، يعني في النهاية لا يمكنك إنكار بأن واشنطن غرزت يعني شوكة في خاصرة تركيا ب يعني رفع حظر توريد السلاح لقبرص. ألن برأيك يقوم قرار كهذا ويجبر أنقرة على تهدئة اللعبة شرقي المتوسط؟ لا أختلف معك تماما، تركيا لن تخرج من ملف شرق المتوسط إلا وهي راضية. تدرس الدول الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا أو لا تدرس، تحاول فرنسا من بعد 3,000 أو 4,000 كيلومتر أن تأتي إلى شرق المتوسط كيفما أرادوا ليدرسوا الأمر. النهاية سوف تكون بطاولة المفاوضات والحوار المباشر الخاص ما بين تركيا واليونان وإبطال. أنا أرى أن الاتفاقية التي وقعت من قبل اليونان ومصر هي التي جعلت تركيا تتمسك بمبدأها وموقفها أكثر فأكثر، لأن اعتبرت هذه الخيانة للاتفاقات التي كانت سوف توقع هي التي جعلت تركيا تستشيط غضبا وترسل القوات العسكرية لدعم وحماية قوات سفن التنقيب في المتوسط. أمريكا تتغذى وتقوى ويقوى شوكتها وتقوى هيمنتها على العالم من خلال الضعف الأوروبي. كلنا يعلم أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه قرار منفرد خاص متكامل، لذلك يعبثون ولكن سيد أوغلو، الآن الاتحاد الأوروبي منح تركيا مهلة قبل فرض العقوبات، يعني ما كان جائزا ربما قبل هذا التصريح لن يكون مسموحا بعده.
لن يجدي نفعا. هذه كلها رسائل إلى دول الاتحاد الأوروبي في محاولة منهم بائسة لردع تركيا. الحل الوحيد كما تقصر وتقر وتدعو إليه القيادات التركية إلى طاولة المفاوضات ليكون هناك مؤتمر يسمى يعني بمؤتمر سيد مهند الجميع يدعو إلى ترتيب يعني سيد مهند الجميع يدعو إلى مفاوضات، الاتحاد الأوروبي، تركيا، حتى اليونان، ولكن ما يجري على الأرض يعني يغذي هذا الصراع يعني عسكريا. هل يمكن أن تشكل الولايات المتحدة بيضة القبان سيد عبد الهادي في هذه النقطة؟ أولا يجب أن نميز مرة ثانية بين موقف الرئيس ترامب وموقف المؤسسة الأمريكية. ترامب هو الذي ينفرد وحده بغض الطرف عما تقوم به تركيا طوال الأشهر الماضية بسبب العلاقة الخاصة بينه وبين أردوغان ودون دخول التفاصيل في هذه العلاقة. السيد الضيفك من إسطنبول أولا ساق عدة مزاعم، كل المزاعم التي سقطت تركيا عن حقوق لها في شرق المتوسط لم يوافق عليها المجتمع الدولي، حتى الاتفاقية التي وقعت بين تركيا وبين ليبيا رفضت تماما لأنه لا توجد حدود بحرية بين ليبيا وتركيا. فيما يتعلق بالاتفاقية المصرية اليونانية، هذا جزء من تحالف شرق المتوسط الذي استبعدت منه تركيا، وهذا هو ما يثير غضبها، وهي لا تملك أي حقوق لا في النفط ولا في الغاز ولا حتى التنقيب في تلك المنطقة، لأنه معروف تماما كل الدول المشاركة في شرق المتوسط في تحالف شرق المتوسط لديها مياه إقليمية، في هذه المياه الإقليمية تقوم بعمليات التنقيب. تركيا ليس لديها هذا، ومن ثم هي التي سعت لتعويض ذلك باحتلال ليبيا بالمعنى الحرفي للكلمة واستحواذ على ثروات ليبيا وعقد صفقات بمليارات الدولارات وعمليات التنقيب في شرق المتوسط، وكان الهدف الأساسي أيضا أن تغزو أو تمتد بغزوها إلى المثلث النفطي الهام وبوابته وهي سرت. كل هذا تم إيقافه بتدخل أمريكي واضح بعد أن أعلن الرئيس السيسي أن هناك خط أحمر لن يسمح لتركيا أو لميليشياتها بتجاوزه. أشكرك الشكر الجزيل عماد عبد الهادي الكاتب والباحث السياسي من واشنطن، الشكر أيضا لمهند حافظ أغلو الباحث في الشؤون التركية من إسطنبول، شكرا لكما.